الائتلاف هو مؤسسة اللي قمنا بخلقها داخل الاتحاد العام لمقاولة المغرب، مني كانت هناك لكوب 22 اللي كانت في مراكش، والهدف منها هو خلق واحد الفضاء ديال تقاسم تجارب وتقاسم الخبرات من طرف المتدخلين في الميدان ديال الماء، لا المتدخلين العموميين الوزارات ولا كذلك المؤسسات العمومية اللي كتشتغل على الماء، ولا كذلك حتى الشركات اللي كتشتغل في القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الجامعة. وكان دائما داخل هذا الفضاء الإمكانية باش الخبرات والنجاحات أو المبادرات اللي كتكون حول الماء تكون متقاسمة ومعروضة باش نعرفوا عليها أكثر داخل هذا الائتلاف. وفي نفس الوقت كنحاولوا كائتلاف باش يكون هناك تواصل مع المقررين ولا كذلك المواطنات والمواطنين. كان هناك صياغة ديال كتاب الأزرق اللي جمع جميع التوصيات اللي اشتغلنا عليها اللي كتصب كلها في التعامل مع الماء كثروة نادرة وكتطلب منا مسؤولية خاصة في التدبير ديالها. والماء كيف كتعرفوا كاين فيه عدة جوانب، قطاع ديال الماء كاين التعبئة، كاين كذلك المعالجة ديالو، كاين التدوير ديالو، وهاد الأمور ما نجحوش فيها إلا كنا كنكتفي فقط بالحلول التقليدية. كاين هناك حاليا حلول جديدة على شكل مثلا تقنيات، مثلا التحلية ديال الماء ديال البحر، كاين كذلك التدوير، الاقتصاد التدويري، معالجة المياه المستعملة، كاين التعبئة ديال المياه ديال الأمطار، كاين في المجال ديال الاستهلاك ديال الماء، استعمال مثلا الري أو السقي بالتنقيط، كاين عدة أفكار اللي موجودة في البلاد ديالنا على شكل مبادرات مبعثرة، ولكن كتطلب باش نشتغلوا عليها جميع ونشجعوها أكثر وتكون معممة. وما بين التوصيات الكبرى هي التحسيس ديال المواطنات والمواطنين على الماء باش يتستعمل بشكل مسؤول مسؤول مسؤول، لان الندره راه غادي تكون، خصنا نحاولوا باش ندبروا هذه الندره بصفه مستمره، لان الجفاف راكم لاحظتوه مع المتغيرات المناخيه ولا تقريبا مع الاسف منتظم، عندنا جفاف منتظم والسدود في مستويات منخفضه، هذه كلها كتطلب منا تعامل مع الماء بشكل اكثر مسؤوليه.